اهلا وسهلا فيكم، يا مراحب يا مراحب. المنتخب المغربي يتأهل للمرحله الحاسمه في تصفيات كاس العالم قطر 2022 بعد فوزه على المنتخب الغيني 4-1. المنتخب المغربي بيوصل ل 12 نقطه ويسيب بعد غينيا بيساوي باربع نقاط، والمنتخب الغيني بثلاث نقاط، والسودان الشقيق بنقطتين علشان خاطر المنتخب المغربي يقول لهم مع السلامه. وانا هستنى مين اللي هيجي لي في المباراه الحاسمه في تصفيات كاس العالم قطر 2022. المباراه اللي هتكون ذهاب واياب، واتمنى المنتخب المغربي يكون حظه كويس ويقع مع فرقه نوعا ما تكون سهله كده، وفي المضغوط يقدر المنتخب المغربي يكسبها ويوصل كاس العالم قطر 2022. مشكلتي بقى والفيديو اللي انا عملته في نص المباراه كده او في الشوط الاول قبل تسجيل سليم ملاح او الهدف الثاني، كنت بتكلم فيه على اختيارات السيد وحيد خليلزيتش، لان وحيد خليلزيتش تقريبا كده انا حسبته النهارده الصبح، قلت الراجل بدا ماتشين بنفس التشكيل وما لعبش في اي حاجه، لعب في طريقه اللعب بس ما لعبش في اللعيبه جوه الملعب، والمنتخب المغربي هيكون عدنان سجام، واتمنى ان هو يستمر النهارده بإلياس شاعر جنب عمران لوزة علشان خاطر ابص في التشكيل كده الاقيه مغير مين؟ إلياس شاعر. ده انا كنت بنطق اسمه غلط، يوم ما حفظت اسمه ده انت مغيره، ده ايه الجمدان ده؟ وادم ماسينا راح مغيره، قال لك اغير اثنين في التشكيله مرضيين، مش هغير انا ثلاث اربع لعيبه، اغير اثنين بس يعني معلش، تحس انه ماسك الدراع كده ونفسه يعمل اي تغيير، غير عم التغييرين، بس مفيش اي مشكله خالص ان انت هتطلع تتكلم مع الجمهور وتقول لهم ارهاق بقى، ولعبت ثلاث ماتشات في اسبوعين، ولعبت ثلاث ماتشات، لا ثلاث ماتشات في 10 ايام مش اسبوعين اساسا، ثلاث ماتشات خلصت بيهم التصفيات، اعمل بقى التغييرات اللي انا عايزها، اعمل يا عم التغييرات اللي انت عايزها، بس سبحان الله ربة صدفة خير من الف معاك، تبدا المباراه كده في الدقيقه 12 يطلع لك اصابه عندك في الفريق وهو ايمن بركوك، تيجي منزل مكانه سليم ملاح علشان خاطر سليم ملاح يسجل لك هدفين ويطلع مان اوف ذا ماتش. سبحان الله يا اخي، هي جاياله كده سبحان الله يا اخي، يعني في عز ما هو بيعك وفي عز ما المنتخب الغيني بيقدم اداء كويس بعد ما تم تسجيل الهدف الاول للمنتخب المغربي عن طريق ايوب الكعبي من كروس عالمي لاشرف حكيمي بيلعبها رايان مامي وبتخبط في العارضه وبترد لايوب بيسجل الهدف الاول، تقعد تبص بقى على المنتخب المغربي كل المشاكل موجوده ناحيه الشمال اللي هو هو موجوده عند سفيان شكل اللي هو لسه عامل له تغييره النهارده ومنزله اساسي، يعني انت مغير تغييره غلط مغير تغييره غلط، والتغييره دي كانت هتضر المنتخب المغربي كانت هتضر المنتخب المغربي، بس سبحان الله بعد هدف التعادل المنتخب المغربي كان بيواجه مشاكل كتيره جدا ناحيه الشمال، والمنتخب المغربي في خطوره على مرماه سليم الملح بيسجل الهدف الثاني. فرديات يابا، ايه فرديات؟ الموضوع مش موضوع شغل المدرب ولا ايه، ايه فرديات؟ انت معاك لعيبه جودتهم عاليه جدا ومدير فني بيقعد يغير تغييرات كتير ولسه ما وصلش القوام الاساسي للمنتخب المغربي. نخلص الشوط الاول على كده 2-1 ويلا بقى نحاول نهدى كده ونستهدى بالله وننزل الياس شاعر. لا لا خليه جنبنا على الدكه، خليه اهو بيتدفى اهو. مباراة كان فيها ايقاع بيعلى وينزل، يعلى وينزل، المنتخب المغربي 10 دقايق كويس و10 دقايق سيء، وتقعد تتفرج على المنتخب المغربي بيواجه خطورة؟ بيواجه خطورة، المنتخب الغيني النهاردة كان قادر ان هو يسجل بعد ما دخل في الجيم 1-1، لبس الهدف الثاني، كان قادر ان هو يرجع في النتيجة علشان خاطر برضه تلاقي القدرات الفردية هي اللي خلصت المباراة، ركنية بيتحرك سليم الملح لأشرف حكيمي بيستلم وان تاتش في الجون 3-1 خلصنا المباراة. عايز حاجة عم وحوح؟ مرضي انت كده عم وحيد؟ الحمد لله رب العالمين، غير بقى التغييرات اللي انت عايزها عم وحيد. وحيد خليلزيتش قال له تمام حياه حلوه، هغير عمران لوزة وهغير ريان مامي وايوب الكعبي وهنزل فيصل فاشر وهنزل كمان لعيب زي سفيان بوفال وزكريا ابو خليل. وسفيان بوفال عمل حته دين جون، يعني سفيان بوفال عمل حته دين باكورد كان جاله من فيصل فاشر، تغييراتي الاثنين اللي انا غيرتهم واحد عمل اسيست واحد عمل جون. انت عالمي يا عم، انت عالمي، بس اهم حاجه ابوس ايدك شوف التشكيله بتاع المنتخب المغربي اللي هيلعب بيهم ماتشين الحسم، شوف المنتخب المغربي هتلعب مين ماتشين الحسم، احنا عايزينك تعمل تشكيله واضحه وثابته علشان خاطر يبقى فيها شويه انسجام وربنا يكرمك وتعدي توصل كاس العالم، والناس ما تقعدش تركز على كل الهبد اللي انت بتعمله في التصفيات، هي بتمشي عشان خاطر فرديات، انما شغل فني وتكتيكي هي ماشيه على الله حرفيا، بس الحمد لله على الله احسن ما ترميها على عبد يا راجل، طول ما هي ماشيه وسالكه كده اسيبها ما تلعبش في حاجه، بس المشكله ان هو بيلعب ومع ذلك ربنا بيكرمه ويكسب، هنعمل له ايه يابا؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه الجوده الجيده في الفريق، الراجل عنده لعيبه جودتهم عاليه جدا وجودتهم العاليه جدا دي بتسمح له ان هو يهبط براحته وفي فرقه هتقدر انها تنقذك يا اخي فعلا والله يعني.
اعمل اسم وافضل عيش عليه وربنا هيكرمك والله. وفعلا ده اللي بيحصل مع وحيد خالوزيتش. المنتخب المغربي قادر يشيل وحيد خالوزيتش من كل المستنقعات اللي هو بينزل بيها بالفريق، والمنتخب المغربي بيرجع يعديله تاني ويقول له اقف في القمه، علشان خاطر ده المستوى الرئيسي اللي احنا كمنتخب مغربي نستحق ان احنا نكون موجودين فيه. اما انت كعم وحيد على الله التسهيل وعلى الله حكايتك، وان شاء الله باذن الله تعرف تلاقي الفرقه قبل ما نعرف الماتش الحاسم ونعرف احنا هنلاعب مين. وقتها عم وحيد اهبد وجرب براحتك الماتشين الجايين، انت كده كده خلصتها وخلصنا بشياك عزيزي. ان عجبك هذا الفيديو بعد كل الخلصانات دي اعمل لايك او سبسكرايب، ان ما عجبكش فاشتف الكومنتات براحتك.